تمام. هو جاي عنده سيجر وبياخد الفيجا بترين، حصل له يعني كونستركشن في الفيجوال فيلد، which change you must make to his medication. نشوف الخيارات. هو كمان بياخد الإثم بيوتول، هما الاثنين بياخدوا. كان بيعمل برضه مشاكل الاثم بيوتول، بس بس الإثم بيوتول بيعمل اوبتيك نيورايتس، هو هنا ما عندوش الكالر فيجن والاكوتي، بس الفيلد يعني الريتنا والفاجابترين بتأثر على الريتنا يعني. هي أكتر بتاع الفيلد بتاعي ده. أيوة الفاجابترين. هو كمان بيعمل a reversible visual field defect up to 13% of user. The defect is often asymptomatic in early stage, affecting a reversible. هو اصلا ما بيستخدمش الدواء ده الا لما بيبقى ايه، جرب جميع الادويه ما عادش غير ده. الاسم بيتور كان بيأثر على بيعمل اوبتيك نيورايتس. ماشي. Which of the following most appropriate next step? Indoor. مش هو عنده acidosis. Amylase high. Yes, كده. 52 سنة. Car mechanic is brought to the emergency department ambulance. According to his wife, his business has been performing very poorly and decreased income has corresponded to significant increase alcohol consumption. The previous evening came home very intoxicated, and in early hour of morning he being to vomiting, complaining headache, epigastric pain. He admitted to his wife he has consumed alcohol product used in car showroom. On examination, blood pressure كويس, pulse كويس, respiratory rate 26, drowsy, complaining epigastric pain. They are bilateral crinkles, auscultation chest consist with pulmonary edema. Consumed alcohol products used in the car showroom. أكل على بتاع شرب بتاعت البطارية ولا إيه؟ إيثيلين جلايكول. أنت فريزر دي صح؟ فمي بيزول ولا إيه؟ هي بتعمل أسيدوسس و اوكي. هو بيقول الفوميبيزول بيشتغل على الكحول دي هيدروجينيز انهيبيتور، وبيشتغل على الاثنين ميثانول والايثيلين جلايكول. هو خد الايثيلين جلايكول ده صح؟ ايوه بالظبط. Both should be suspected with high anion gap. نحن ما حسبناش الانون جاب. Which of the following antihypertensive carries least risk when co-prescribed with lithium? الديوريتيك بيعمل ريسك. والاس والارفس والدولوميت. يبقى معناها الامايلودابين. كالسيوم شرف. امايلودابين. عشان ايه دكتور ميادة قلت كده؟ هو بقى اصلا بيتأثر بالديوريتكس عامة. فالايربس الاربس والايس والاربس والبلس زايد. تمام. وعندك اساسا اسيدرمايد من الحاجات اللي يعني عامه الديوريتكس هو بت ريزك. اميدوبين اقلاهم.
الديوريتكس ARBs ACE inhibitor all increase the lithium concentration although the calcium channel antagonist include amylodipine may lead to syndrome of ataxia confusion and sleepiness this is uncommon meaning that the balance of risk benefit is positive in favor of amylodipine versus other option الأسيتازولاميد قايل عليه إيه؟ الأنهيدريزون زود إنكريز الليثيوم إكسكريشن يعني زود الإكسكريشن دكتور حسن انت احفظه بس عامة الديهيدريشن والديوريتكس والحاجات اللي والرينال فيلير يعني ده الحاجات عامة بشكل عام بتمسك الديوريتكس انكلودينج الايس والسازايد وال ما خلي بالك ده هو المشكلة ان هو مش يدخله في توكسيستي ده يقل الليفل بتاعه فهيأثر على البايبولر اللي هو بياخده صح؟ قصده كده يعني لا هو قصده هو قصده ايه اللي هيأثر على الليثيوم سواء بالتوكسيستي او بانه ايوه يا اما انه ما في اكسكريشن بيكون في بطء في الاكسكريشن او يكون الفوليوم ديبليت فانت بتشوف الحاجات اللي بتعمل ايه فوليوم ديبليت هتزيد الريسك اوف توكسيستي الأميدوبين كان أقل يعني أميدوبين ملوش دعوة خالص يعني مش بيتدخل معاه خالص هو يعني بس أقل واحد هو الوحيد اللي ما بيشتغل على الرينال يعني هم دول كلهم بيشتغلوا على الرينال صح؟ Which of the following most appropriate antibiotic choice for hair? سؤال حلو ده. بسيط شكله. Just X-ray, extensive right lower lobe consultation. عندك البوتاسيوم والصوديوم كويسين. كريات اليوريا تمام. اليوريا شوية ده 8. WBC 13. عشان نحسبها في الكيرب. Five months pregnant, allergic to penicillin. عندها severe productive cough, rusty colored sputum, temperature 38, blood pressure 110/70, pulse كويس, respiratory rate 28, bronchial breathing over the right lower zone. بس يبقى هي عندها حساسية من البنسلين. كليرثروميسين كليرثرو كليرثرو ماكروليد انتيبيوتيك بريفيرد فيرست لاين ايجنت فور نيمونيا ان بيشنت وذ اليرجيك بنسلين انكلودينج بريجننت ومن يا حامل برضو ولا ايه؟ في الشهر الثامن تمام الدوكسا مش هينفع ولا السيبر برضو صح ده في حساسيه برضو الرجي من بنسلين وكفالسبورين الديفكت بتاعت وكري بيبي سندروم ده بقى ليه هنا لأنه بيحصل كروس أوفر إليرجي بين بنسلين والسيفالوسبورين هو قريب what initial step would you take in management of this patient? نشوف التوكسيسيتي ايه
وهيك كيس اصلا عباره عن ايه؟ فارمر. 50 سنة farmer admitted with nausea, vomiting, diarrhea and spray his potato filled about 6 hours ago. عندك salivation, agitation, or pupil small and flaccid, cyanosis and auscultation lung course crickles. عشان السكريشن بيزيد هو أخذ أتروبين. أخذ؟ أخذ أتروبين. He given atropin by ambulance. Oxygen. طيب. Wash contaminated the skin. يسأل على initial step. هل wash contaminated the skin with soap water, perform gastric lavage, consider immediately tracheostomy, hydrofonium 10 milligram أو IV aminoglobulin. أول حاجة إنك wash contaminated the skin لأنه هو absorbed through the skin. Skin respiratory يعني كله organophosphorus. Wash contaminated the skin with soap and water. Okay. نقرأ الـ this farmer has inadvertently exposed himself on insecticide which he had sprayed at his farm. He has developed features inhibition acetylcholine esterase and hence accumulation acetylcholine in the central and peripheral nerve ending including neuromuscular junction. فيبقى عنده ميوزس وهايبر سالفيشن وسويتينج ونوزيا فوميتينج دياريا نيكوتينيك افكت فولوينج ماسل فيسكوليشن وفلاسيد ويكنس. الانيشال تريتمنت هيكون ريموفال اوف سوليد كلوثينج اند واشينج ذا كونتامينيتد اريا وذ سوب اند ووتر انجكشن 2 مليغرام اتروبين افري 10 تو 13 مينيت انتل ذا ساين اوف اتروبينايزيشن اوكير. And this is accompanied by IV brilodoxam. This reactivated phosphorylate acetylcholine esterase and should be given to every symptomatic patient along with atropine. يعني مع الأتروبين الاثنين. الخير ده زمان هنا most appropriate step in immediate management for this patient. تمنتاشر سنة هي الـ ER collapsing at night, in night club drowsy able to answer questions oriented was this was first week of at university and decide to go out to night club with a friend given some tablets in night club make him more relaxed and advised to drink a lot of fluids. All remembers was that he went onto the dance floor and everything blacked out. When he come around, he was lying on the floor, people standing all around him. And the examination, temperature 37, blood pressure 140-85, the pulse tachy. Apart from being slightly drowsy, neurological examination was slightly normal, essentially normal. الانفستيجيشن كويس عندك لا الصوديوم لو 123 MDMA انفيتامين يعني او اكتسي عندها بتعمل سياد لانها عشان ايه انفيتامين
عندك تاكيكارديا وشوية هايبرتنشن. هي كونشيس اند اورينتد، بس هي مش ميكي، حصلها كولابس. عاوز النكست ستيب immediately in management the patient. هل دانترولين ولا هايبرتونيك سالين؟ دايزي بام هو اجيتيتد. شوف التمبريتشر، ولو كان التمبريتشر كويس و دراوزي. دي سيادة. دي ايه دايما؟ دي سيادة قصدي يعني مش سيندرومي. شرب ميه كتير. ريستريكشن يعني؟ مؤخذ حتى تابلت. انفيتامين بتعمل سيادة. انفيتامين بيعمل سيادة بالظبط. ريستريكشن اظن ريستريكشن. XTC is common usage name for MDMA, which is a psychoactive drug. Commonly used in dance parties to change the mood through. هو بيقول ال short duration of action about 4 to 6 hours. Usually, okay. هو بيعمل nausea وsweating hypertension tachycardia DIC. Liver failure. This may even report from head stroke and water intoxication. يعني بياخدوا اكتسي بيشربوا ماء كتير. In this case, given the serum sodium, it is water intoxication, which is the likely problem, and the fluid restriction is the intervention of the choice. بالضبط. هو ما كانش agitation فيش. Which of the following other treatment is the most appropriate treatment to control his thyrotoxicosis? الالتراساوند عند مالتي نوديولر جويتر والاوتو انتي بادي بوزيتيف. لا جويتر تايب 1 كارب. ما انت بتهتم بقى ما هي تاخذ الامودارون تمام ولا تاخذ البوتاسيوم؟ شوي بس ارجع للانفستيجيشن. عندها جويتر خلاص تبقى تايب 1. بالضبط. هو الفيرس لاين كاربا صح، بعدين البوتاسيوم. ايوه كاربا مزول الاول يعني كده. كاربا مزول تمام. اوكي اخيرا سؤال سهل كده في الوسط. البدايه الاسئله كانت صعبه. مش حلوه. لا كله كويس. Which of the following is the most appropriate intervention? هو أخذ IV fluid replacement, urine 2 plus blood 2 plus protein, CK عالي, الكرياتينين 142, البوتاسيوم هاي, صوديوم أوكي كويس. التمبرتشرز 40 شكلها مالجنت. عندك مصر ريجيديتي. أيوة نيوروليبتك مالجنت. نيوروليبتك شكلها مالجنت. شوفها هي بتاخد ايه. باركنسونيزم but discontinuation his medication. اوكي وقفت الانتي باركنسونز دراج.
نيوروليبتيك مالجننت بتاخد الاي في فلويد ودنترولين. برومكربتين ده نرجع النهارده ندي الدوبامين نرجع. والدنترولين شوف الدنترولين this was historically used in treatment malignant hyperthermia but studies suggest that when used monotherapy it may actually be associated with increased mortality. يعني لما نستخدم الدنترولين الواحد ممكن يزود المورتاليتي. والبنزوديازيبين this is is incorrect. This has role in treatment in MS where there is significant agitation but appear not to be effective as bromocriptine in treating the underlying cause. اوكي البرومكربتين ده ابدا ما كان تبع الدراكس حق النيوروليبتيك. لا عشان هو يعني موقف ال عشان هو السبب ان هو كونتينيويشن. ايوه هو يعني عايز الانيشال مانجمنت ولا عايز الابروبريت يعني مثلا انا ما فهمت السؤال. عايز الابروبريت يعني most appropriate intervention. اوكي حصل له ان هو حصل على باركنسون بياخد دوبامين وفجأة ما بياخدش لمدة يومين دخل في بتاع الهايبر ثيرمي مالجننت هايبر. الدول الاجونيست افضل من الدنترولين وافضل من الديزيبام. طب ليه مش ال روبرين ورول ده مش كان برضو اجونيست؟ هو لونج اكتنج دوبامين اجونيست given once per day لونج اكتنج شكله لونج اكتنج given once per day ما مش حاكي حاجة تانية. What antibiotic is most appropriate for treating this patient? عندك urindibastic, urobilinogene positive, leukocyte erythrase, والhands bodies. مش هينفع. شو شكل بيدي كله بيعمل شكل جلوكوز التفوسفيت. لو ما يعملوا هومولوسيس ايه اللي عمل الاسيدوسيس متهور بتاكل. نشوفوا الانفستيجيشن الكلور الجلوكوز كويس البايكارب 15 اوكي السيدوس الكرياتينين 132 البوتاسيوم كويس الصوديوم كويس البليتلت كويس حسبتوها هي دي حاجه 20 وعنده مايوكاردال انفاركشن متفورمين متفورمين شكله هي
حسيتها جلباتين ما يعملش هاي انون جاب صح؟ يعمل ميتابوليك اسيدوسيس بس؟ لا ملوش علاقة أصلا، مش بيعمل ميتابوليك أسيدوز ولا إيه، ولا حد عنده معلومة في كده؟ لا جلاتين الجلافازون، لا الجلافازون اللي كان بيعمل ال اس جي ال تي. أيوه بيعمل إيه بقى؟ والباراستامول بيعمل على فكرة، بس فيري ليت في التوكسيستي، فيري ليت، إنما هو مفيش ساينز في التوكسيستي في الحال. تمام. Which of the following does he need to be most concerned about while taking warfarin with respect to increase INR? الكريمبيري ولا الكريمبيري جوس؟ الكريمبيري كان بتاع الوارفرين، جريب فروت ده ستاتين. فيها كم ار دي؟ فيها 2 ار دي، فيها 3 ار، كنت احفظها كده، فيها ارات كتير هي بتاعت الوارفرين. Which of the following effect of corticosteroid, which of the following effect of corticosteroid is the most likely to have increased hair fracture risk? Alternation parathyroid secretion, ولا decrease receptor activator nuclear factor, rank ligand, increase calcium channel expression, ولا increase estrogen secretion, increase synthesis osteoprotein. الاستروجين بالعكس يعني بون بروتكت، مش هيزيد الريسك اوف فراكشر. increase serum calcium expression، مش عارف. alternation and parathyroid hormone secretion. الكورتيكوستيرويد كان بيعمل ايه؟ بيكسر البروتين ويكسر الليبيد. هو مش بيأثر على الباراثيرويد هرمون صح؟ طيب هو بيعمل ازاي؟ ازاي بيزيد الريسك في فراكشر؟ المهم دي الرانك. انكريز كالسيوم شانل اكسبريشن دي، كروز الاستروجين، بالعكس الاستروجين هيبقى كويس. ايه شكلها اللي تحت دي؟ لا شكلها بي دي، مش دي مش بتاعت دينسوماب؟ دينسوماب مش بيعمل لها انهبيشن ولا لا؟ ماشي نشوف الكيس، يمكن في حاجه في الكيس. كيس ايه؟ لا هو بياخد سترويد وحصل له فراكشر. ايه بقى اللي بيعمل بيها الفراكشر؟ نختار ايه؟ طلعت ايه؟ باراثيرويد هرمون. Alternation in parathyroid hormone secretion is altered by corticosteroid use, which can help drive and increase bone resorption. Secretion is altered to reduce tonic secretion and increase the amount released as bulk. This change drive reduction in bone formation and increase bone resorption through the stimulating osteoclast activity. يعني بتقلل البون فورميشن وبتزود الريسوربشن عن طريق انها تغير الباراثيرويد سكريشن. Other effects which are important in the driving loose bone muscle density. Okay, with the steroid use include antagonism of the effects of vitamin D, decrease synthesis osteoprotein, and increase rank ligand synthesis. يعني هي بتزود rank ligand synthesis.
وبتقلل الاستروجين بروتوجرين. Which of the following agents most likely to be responsible for his low sodium? Citalopram. SSR بتعمل low sodium. SSRI والسلفونامايد والكربامزابين. فلوزامايد ممكن يعمل بس اسمري. سيناريو. يعني فلوزامايد ممكن يعمل برضه هايبوناترين. بس بتهيألي ما اخترناهاش عشان البوتاسيوم كويس. البوتاسيوم كويس خلاص. Both تعمل salt and water excretion, therefore rarely associated with hyponatremia in patients who appear euvolemic. عشان هو euvolemic. تاخد أسبرين. سلسلات 55 والبي اتش اسيدوسز. What is the most what is the next management step؟ شوفها اخذت ايه بس البوتاسيوم لو نوزيا تينايتس والبلس 115. طيب أرزقو خمس ساعات أوكي. طيب نعمل مع أيدي بوتاسيوم. بوتاسيوم صح. بوتاسيوم. Potassium replacement is the key next step in the patient present with aspirin overdose who have significant hypokalemia. Potassium falls near 2 and below 3. هي كانت 2. The risk of cardiac arrhythmia is significant elevated. كانت 2.8. After the provision test, adoption نتيجة. After the admin, this more risk. Nephrogenic. Adoption نتيجة. Nephrogenic. Nephrogenic. شكلها ليثيوم. Nephrogenic. Okay. هي كده كنا تاخد. ممكن. تمام. السيناريو بيتكلم عن الناس سايكاتريك وبتاخد ليثيوم القصة دي. بايبولر. Which of the following is most likely cause? Mislazin, yeah, pancreatitis, ممكن. Amylase high, creatinine high شوية, potassium sodium كويس. نشوف الكيس من الأول. 32 سنة woman present to the clinic symptoms of inflammatory bowel disease. Rectal biopsy was consistent with diagnosis ulcerative which commenced on treatment. And past history notes include mild epilepsy, which is managed with lamotrigine, and hypertension, managed amylodipine, present ER, severe acute epigastric pain and vomiting. Temperature كويس, شوية low grade, 37.8, severe epigastric pain, blood pressure 160, والبلس 105, والأميلاز high, WBC 13. فمشي مع السلفة سلازين
شوف السالفه دول كانوا بيقولوا المشكله دي صح كريتايتس قصدي safest safest in for use in pregnancy موكسيسيلين قلنا والكفالوسبورين والماكروليت Which of the following most likely cause of this patient cardiac failure? انزل شوية. Trastuzumab اللي هو الهرسبتين. Trastuzumab. بيعمل. هرتوم. عشان كده كنا بنعمل تقريبا اي. ايكو. نعمل ايكو قبلها. استوماب وكان في واحد تاني كان بيعمل برضو اللي كان اسمه ايه التاني دوكسروبيسين صح؟ yes هنا بيقول this is repeated every 3 months on therapy and 6 months once the therapy is completed كل 3 شهور بعدين كل 6 شهور لما يخلص التريتمنت لغاية سنتين بعدها According to the current guideline, which one of the following agents would be the most appropriate of the choice? Here, rheumatoid arthritis, 30 سنة woman, عندها 4 years old, and inform you that she is interested to having another child. إيه اللي هو يكون agent most appropriate choice? سلفا. سلفا سلازين. والأذى برضو كويس بس الأذى مش انهي اللي من ضمن الديمارد اللي هيمشي مع الروماتويد عارفه سلفا absolutely safe during pregnancy دول. at present recommended السلفا والهيدروكسي والاورال ازيترو السلفا can be safely used prior to and during all stages of a pregnancy. كمان with breastfeeding. بس على breastfeeding امبارح وهي breastfeeding برضه. طيب كويس. Which of the following treatment is likely to be the most effective treating her symptoms? 49 سنة عندها nausea vomiting, notes development, skin rash, mouth sores, وهي كان بتاخد الميثوتريكسيت صح daily. فولونيت كالسيوم فولونيت most likely diagnosis هو severe bone marrow suppression because of methotrexate بس مش حاجة هو اللي بيستخدم في المانجمنت كالسيوم فولونيت